وللحديث بشكل أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الغوطة الشرقية مراسلنا منصور أبو الخير. منصور، أهلا بك. جيش الإسلام ينفي التوصل لأي اتفاق لخروج أهالي ومقاتلي حيي تشرين والقابون، ووسائل الإعلام تقول إن أول دفعات حيي تشرين والقابون قد وصلت إلى إدلب. ما هذا التناقض؟ عمار، نعم، في الحقيقة جيش الإسلام في بيان له نفى التوصل لأي اتفاق لخروج مقاتلي حي تشرين. في الحقيقة ما حصل في حي تشرين هو ليس اتفاق رسمي ما بين جيش الإسلام وقوات النظام، وإنما بعض مجموعات من حي تشرين آثرت الخروج إلى الشمال السوري بالاتفاق مع النظام للخروج أمس مع دفعات، أو الدفعة الثانية لحي برزة الدمشقي، وتم الخروج في الحقيقة من حي تشرين بعض المجموعات كما ذكرنا، ولم يسلم حي تشرين في الواقع، لأن الثوار ما زالوا في حي تشرين في اشتباكات مع النظام. أمس أسر للنظام عسكري حاول التسلل إلى جبهة حي تشرين، وتم اعتقاله من قبل عناصر جيش الإسلام المتواجدين في حي تشرين. كيف هو ولكن يعني بنفس الوقت هنالك صور تم مشاهدتها من أهالي حي القابون وحي تشرين وحي برزة، وهم يصعدون إلى باصات التهجير وحافلات التهجير. نعم عمار، كما ذكرت في الحقيقة أن حي برزة فيه ثوار من مناطق برزة وحي تشرين والقابون أيضا، يعني هناك بعض الثوار كانوا أساسا متواجدين في حي برزة وخرجوا. كما ذكرنا أيضا الاتفاق الذي حصل في حي تشرين بين بعض المجموعات وليس كامل المجموعات في حي تشرين، خرجوا أيضا مع الدفعة الثانية لحي برزة وخرجوا إلى الشمال السوري، ليس الثوار جميعهم من خرج وإنما بعض المجموعات في الحي. طيب، كيف هو الوضع الآن في حيي تشرين والقابون؟ وهل يمكن اعتبار الحيين كتلة واحدة أم أنهما منفصلين عن بعضهما البعض؟ طبعا بالنسبة إلى حي تشرين والقابون المنطقتين هما متصلتين، ولكن النظام حاولوا بشكل كبير فصل المنطقتين منذ عدة أيام تقريبا. فصائل عسكرية وقادات عسكرية أكدوا أن النظام يحاول فصل المنطقتين، واستطاع الوصول إلى نقطة أو عقدة تفصل المنطقة، ولم يبقى سوى 300 متر على فصل المنطقتين. اليوم لا نعلم الأمر، ولكن قادات عسكريين ونشطاء من المنطقة لم يؤكدوا فصل المنطقتين، وقالوا إنما ما زالوا هم كتلة واحدة، حي تشرين والقابون كتلة واحدة يدافع عنهم طيب، الثوار. بالعودة إلى الغوطة الشرقية، كيف هو الوضع في الغوطة؟ وهل لا تزال الاشتباكات مستمرة بين فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام؟ بالنسبة إلى الوضع في الغوطة، وضع الفصائل، الأمس كان هناك بعض التوترات بين فيلق الرحمن وأحرار الشام، استطاعت قيادتي الفصيلين من حل المشكلة، وبحسب تصريح لواء العلوان أكد لنا أن الأمر هو خلاف بسيط وتم حله على الفور. مراسلنا منصور أبو الخير، كنت معنا من الغوطة الشرقية، شكرا جزيلا لك.